مو عق غاليه، مو عق غاليه ابو حذيفه، ما تفقد عزيز ان شاء الله. احنا عزيز على كل اللي الكلام اللي قاله، واحنا فقدنا حيود مو هينين. انت قلت هذا الكلام بلا والله. مو عرب علينا الجناب بلا والله. رمضان على سليمان، تحياتنا للشاعر الكبير ابو احمد رمضان على سليمان. نعم ابو احمد نشر بيت عتابه ووجهه للشيخ حمد الفرحان ابو خليل. ايه من ابو خليل. وتحياتنا ايضا للشيخ حمد الفرحان وكلها هن ابو صبيح. فيقول ابو احمد رمضان على سليمان عتابه. نعم. يقول حمد صيبي وراهم مان على العين. مان ميانه يمون. لا ها؟ لا لا جايك هسه يا ابو حمد. حمد صيبي وراهم مان على العين، لان بس شوف خلي مان على العين هذا جفاهم حيل ضرني. اي والله. ومان على العين اليمين وقاضبه اليسرى سهل. هنا مان الاول. إيه؟ حمد صيبي وراهم مان على العين، مان على المعاينه والطب والحكماء ما له علاج. حلو. لان بس شوف خلي يمنع العنين، لان بس شوف خلي مانع العين. يا الله اسمع اسمع اعزائي المشاهدين اسمع. جفاهم حيل ضرني. ايه ومانع العين اليمين وقاضبه اليسرى سرق. يا الله اسلم ابو احمد. يرد الشيخ ابو خليل حمد الفرحان يقول ابالي مايعن ودام على العين دليلي وبتضامي ودام على العين. شوف 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 عبالي مايعن. إيه؟ ودام على العين دليلي أويلي. وبتضامي ودام على العين قدرت طول ليالي ودام على العين اليمين وناوية اليسرى تعمل. أويلي. إيه؟ فدخلت بالمجاراة. الله الله أجاريهم ولا ما أقدر أرد عنه. ونعم لا لا يسلمك. تقدر وزايد. فالأول لأبو خليل. إيه؟ اقول حمد ضاعن حلولي شاب حل عين. تعال شاب الحل عندي ما ضاعن الحلول. تعال عيني منت اخوي. بلا والله. حمد ضاعن حلولي شاب حل عين ودليل ما لهم فارق شاب. الله حل عين حل العنين. نعم دليل ما لهم فارق شاب حل عين ادور لهم ولا فت شاب حل عين الشجية من الدمع راحت عمل. الله هذا الكلام شلون هذا بالله عليك. إيه؟ ادور لهم ولا افت. ايه شاب حل عين الشجيه من الدمع راحت عمل. يا الله. الثاني لابو احمد رمضان على سليمان. اي بالله دليل من النوايب هام للعين للعنين هام. نعم دليل من النوايب هام للعين وذبل هرشه لموادد هامل هامل العين هاملهن الحسينات الحلوات. نعم نعم ما ماني بحالهن هسه. هسه وين انت بحال العين؟ دليل من المفارق هام للعين وذبل هرشه لموادد هام للعين يا ابو احمد يوم ساره وهام للعين اليمين وصايبه اليسرى غشه. اي يابا يا ابو احمد يوم ساره وهام للعين اليمين وصايبه اليسرى غشه. يا ابو عميان ايش ضال بي. والثالث متشيني صواب خلي ناشف العين بالصميم. الله الله متشين. الله الله متشين صواب خلي بلا والله ناشف العين ولا لي من العناية ناشف العين. ناشف العين سراب الشوف صاير ناشف العين سراب الشوف صاير. إيه؟ ناشف العين اليمين وغاش اليسرى ضباب. واليسرى ضباب ما حميان ايش ضالبي يا بابا. ايه وايضا اقول أربع أبيات مطلعهن يا بيج وتحياتنا الأستاذ بيج العبد الله الماجد أبو سعد. إي بالله يستاهل أخو هدلة. أقول يا بيج ضعون خلاني حدبهن الحادي وصف بظهري حدبهن. يا بيج ضعون خلاني حدبهن الحادي. نعم وصف بظهري حدبهن. خلي ديارهم ما ظل حدا بهن يا غير البوم ينقطعوا الكرام. ويلي راحوا ما ظل حد. ابو سعد خلي ديارهم ما ظل حدا بهن يا غير البوم ينقطعوا الكرام. يا الله. ويا بيج ضعون خلاني سربهن هميم
وما قدرت اطلب سربهن. اي والله يبي اجضعون خلاني سربهن هميم وما قدرت اطلب سربهن. يا حالي حال من حطوا سربهن يا شين وغضب شبل الصوار. ويلي سرب سربي أيوة يا حال حال من حطوا سربهن يا شين وغضب شبد الصوار. ويبي يجضعون خلاني مشبهن عجل وضلوع مترضم مشبهن. يا الله المشب العمود الفقري هذا بضلوع. اي نعم المشب الواسط. ايه يبي يجضعون خلاني مشبهن عجل وضلوع مترضم مشبهن. لهايبهم وسط جوفي مشبهن غوالي ورثوا بي العذاب. يا الله غوالي والله. واختم اقول حدا هذا الضعاين ماش بيهن ماشي ما يصد ولا يرد علي ابد والله. حدا هذا الضعاين ماش بيهن وعجزت عن المراجب ماش بيهن. حدا هذا الضعاين ماش بيهن وعجزت عن المراجب ماش بيهن. اردون الثوب هريان ماش بيهن دمع ومخلط الهاشل دمع. يا با الله يعين الله يعين. اردون الثوب هريان اي والله ماش بيهن دمع ومخلط الهاشل دمع. يا الله احسنت وسامحت وصح الله لسانك كفره على العرجه ما قصرت والله.